دكتور شادي حسين مدرس القلب في طب المنصوره. الحقيقه احنا بنتكلم النهارده عن امراض قصور الشريان التاجي اللي انتشرت في الفتره الاخيره بصوره ملفته للنظر بالذات في السن الصغير، نتيجه لازدياد نسبه تصلب الشرايين، العادات السيئه، ارتفاع نسبه الدهون، عدم تظبيط السكر، ارتفاع نسبه ضغط الدم، الحياه اللي فيها ستريس زايد. دي بتتطلب مننا ان احنا بناخد بالنا، لان في الحالات اللي زي دي الوقايه خير من العلاج. تظبيط السكر، الابتعاد عن التدخين، ممارسه الرياضه، طرق سهله وبسيطه بتجنبنا مخاطر كتيره تخلينا ان احنا نقدر نتجنب المشاكل دي، بدل ما اضطر ان انا ادخل في المشاكل دي وان انا اتعامل معاها وان انا احاول اعالجها. في نفس الوقت بالنسبه لكبار السن حدوث المشاكل دي بيتطلب مننا متابعه كويسه لها، التزام بالعلاج. في حاله ان ما فيش استجابه كويسه للعلاج بنفكر في الحل التدخلي والقسطره لتقييم الشرايين وتحديد اماكن الضيق، شده الضيق، وطرق العلاج المثلى للتعامل معها.